أكثر من سبعة أشهر على فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في حربها الشعواء ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وخلال هذه الفترة برزت تساؤلات إسرائيلية حول الخطة بشأن اليوم التالي للحرب في القطاع، ومآلات ذلك على القضية الفلسطينية والأمن في المنطقة برمتها. تطالعنا الآلة الإعلامية الإسرائيلية يوما بعد يوم بالمزيد من الأنباء عن تصاعد الخلاف في الشارع السياسي الإسرائيلي بشان سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة. فمع رصد التصريحات المختلفة بالداخل الإسرائيلي ساسة وعسكريين ومعارضة أصبح جليا للقاص والداني أن إسرائيل ليس لديها سيناريو واضح للتعامل مع اليوم التالي من انتهاء الحرب على غزة، وفي ظل ذلك التخبط طالب قاده الدول العربيه في قمتهم الاخيره بالبحرين في بيانهم الختامي طالبوا بنشر قوات دوليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله الى حين تنفيذ حل الدولتين وهو الأمر الذي يقطع الطريق أمام المخططات الإسرائيلية التي تتجاهل عن عمد أن نتنياهو وآلته العسكرية لم تحقق أي انتصار حقيقي على الأرض وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية كما يتجاهل الغرور الإسرائيلي الحديث عن مستقبل القطاع دون وقف عدوانه الوحشي الذي حصد أرواح نحو 36 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال كما ان الدول العربيه لا تزال تؤمن ان الحل الحقيقي للقضيه الفلسطينيه لن يكون الا بانفاذ حل الدولتين كما انها طالبت ايضا بوجود جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذه مصر وفي مناسبات عديده اكدت على ضروره ترتيب وتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني بما يمكن الاشقاء الفلسطينيين من مواجهه اي مخططات قد تحبط المساعي المجمده لتحقيق حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعيه الدوليه